الوعي الغربي توقف على إثر المظاهرة اللي عملوها جبهة 17 ديسمبر احتجاجا على معناتها الواقع اللي نعيشه فيه في سيدي بوزيد والمطالب معناتها على التنمية والوعود الزائفة اللي أعطتها لنا الحكومة وما طبقتهاش على أرض الواقع. لو أي خويا في السبيطار عنده كاميرا يصور في البوليسية كيفاش تضرب في الطفل اللي ضرب في كرشه بكرتوشة، فهمت ولا؟ فاق بيه، فاكلوا الكاميرا وطلعوه، وقفوه هو يصور وقفوه هو يصور في السبيطار، وسب وضرب كالعادة. اليوم المحاكمة والتهمة تصوير اعتداء بوليسي، معناتها شيء ما تبدل كيما البارح كيما اليوم كيما غدوة. حضورنا اليوم يندرج في إطار معناها وقفة احتجاجية مساندة لأهالي الموقوفين والضغط باتجاه إطلاق سراح هؤلاء. نحن كما يعرفوا الناس الكل معناها على خلفية الاحتجاجات اللي صارت في بوزيد يوم الخميس معناها 9 أوت، صار جملة من الاعتقالات اللي ضمت رفاقنا معناها وأصدقاء حزب العمال ومعناها ومجموعة من الشباب الأخر، معناها وكانت الإيقافات اللي نحن اعتبرناها في حزب العمال اللي هي إيقافات سياسية، معناها اللي الناس مشوا لهم لديارهم وهزوهم. أنت مناظر في حزب العمال، أنت شاركت في حركة احتجاجية، مشوا هزوهم. نحن اليوم معناها جايين نعبروا معناها عن مساندتنا للعموم الموقوفين هذم، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف كافة التبعات العدلية في حقهم، وكذلك لا ننسى الموقوفين معناها على خلفية احتجاجات المياه. وقاعدين معناها نحذروا معناها في الناس الكل على اساس انه يكون التحرك الكبير هو نهار الثلاث، على خاطر التحرك الاساسي هو للمطالبه باطلاق سراح 30 الموقوفين مع سيكون في سيدي بوزيد اللي اقروا اتحاد شغل وجمله من الاحزاب السياسيه ومكونات المجتمع المدني انه بس يكون معناها يوم اضراب جهوي في سيدي بوزيد. ونحب نقولوا لها الحكومة هذه أقرب المليح التاريخ، أقرب المليح. راهو كي تضرب تنطلق من سيدي بوزيد وتمشي للقاصرين وتجاوب صفاقس يقراوا التاريخ بالمليح، لأننا الآن في مشهد 17 ديسمبر 2010.